وكنتمنى لكم دائما اطيب الاوقات رفقه برامجنا. اليوم في حصه الاربعاء الساعه الثانيه كنخصصها دائما باش نتكلموا مع بعضنا على مواضيع اللي كتهم الصحه النفسيه والجنسيه والعلاقات الاسريه والاجتماعيه ديال المراه المغربيه. واليوم بغينا نعرفوا من عندك لاله، واش انت فتاه، واش انت شابه، واش انت مراه اللي عندها شخصية قوية؟ فكنعرفوا على أنه الشخصية القوية معنيته على أنه كيكون الإنسان وكتكون هاد الإنسانة عندها نوع من الاستقلالية، أنها كتدافع على رأيها، أنه كيكون عندها رأي. وبغينا نعرفوا منين كتكون عندك هاد الشخصية القوية، كيفاش كتكون الحياة ديالك؟ واش سهلة؟ واش هاد المسألة كتساعدك؟ أو بالعكس هاد المسألة كتخلق لك مشاكل في علاقاتك، علاقاتك الأسرية والعائلية، في علاقاتك مع الزوج ديالك، في علاقاتك مع الوليدات ديالك؟ واش هاد المسألة كتخلق لك أيضا مشاكل في العلاقات ديالك في مجال العمل؟ فبغينا نعرفوا اليوم علاش كتير من التجارب كتحكي فيها الفتيات وكتحكي فيها النساء لأنه الشخصية القوية مرفوضة في المجتمع المغربي. فين كاين المشكل؟ وعلاش الشخصية القوية كتخلع الرجل؟ مرحبا بكم طبعا بتفاعلكم بأسئلتكم بشهاداتكم، وتقسموا معنا كذلك تجربتكم على رقم الأستوديو 05 22 77 24 24. وإلا كنتي كتسنط لنا أسيدي وانت رجل اللي كتحترم وكتقدر مرة تكون عندها شخصية قوية، وبالعكس يعني انت ما عزيزش عليك تكون مع مرة اللي شخصيتها ضعيفة، أيضا يهمنا نسمعوا رأيك. مرحبا بكم على راديو أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني دائما دائما. كنقول لكم رقمنا وكنذكر به 05 22 77 24 24. فاليوم كذلك رفقة الدكتور دكتورة فدوى السعداني غادي نتكلموا على بناء الشخصية، كيفاش ممكن من الصغر كتكون الشخصية ديالنا، شنو اللي كي يأثر فيها، شنو اللي كيخليها تكون بواحد الشكل معين، وشنو أيضا كنقصدوا بالشخصية القوية، ولا شنو هي علامات الشخصية القوية عند المرأة. وما لقاش حسن من هاد الأغنية باش نهديها لكم في هذا الموضوع، أغنية للفنان وائل كافوري، تحية لكم ومرحبا بكم معنا. بكم معنا مستمعتنا على راديو أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني. مرحبا بكم فين ما كنتوا كتابعونا بالمغرب وحتى بالخارج. كنذكر على أنكم الآن غادي تشاركوا معنا طبعا في هاد الساعة الثانية واللي فيها كنذكر غادي تتابعونا عبر لايف جديد مباشرة على الصفحة الرسمية ديالي الفيسبوك سناء الزعيم أصوات، ولكن أيضا على الحساب الرسمي للإنستغرام سناء الزعيم أوفيسيال. فمرحبا بكم معنا فين ما كنتوا كتابعونا. اليوم كنهضروا على المرأة، على الفتاة، على الشابة اللي عندها شخصية قوية. علاش الرجل المغربي كيرفض شريكة حياة وكيرفض المرأة اللي عندها شخصية قوية؟ شنو كان قصدوه بالشخصية قوية؟ شنو معنيت لا 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 هذه راها إنسانة اللي عندها شخصية قوية؟ هذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه معكم، وغادي نتكلموا عليه مع الدكتورة ديالنا فدوى السعداني المعالجة النفسية والجنسية. شنو هي علامات الشخصية القوية عند المرأة؟ كيفاش انتي كتعيشي حياتك اليوم إلى شخصيتك قوية؟ واش هادشي كيخلق لك مشاكل، أو بالعكس كتلقاي في المحيط ديالك وفي علاقاتك الناس اللي كيقدروا هاد الاستقلالية وهاد القوة الشخصية اللي كتكون عندك؟ وأيضا واش هادشي كيخلق فعلا مشاكل داخل العلاقة الزوجية والعلاقة الحميمية؟ واش هادشي كيخلق مشاكل في العلاقات الأسرية والعائلية ديالكم؟ واش أيضا كيخلق مشاكل في العلاقات العمل؟ النساء اللي كيكونوا كيخدموا وكيمشيوا ربما كلقوهم في مناصب، كلقوهم شدات مسؤولية. المرأة اللي كتسير فريق مثلا اللي فيه 30 أو 40 شخص أغلبهم رجال، وانتي شخصيتك قوية، وش هادشي كيخلق لك مشاكل؟
مرحبا بكم، مرحبا بشهاداتكم. بغينا ايضا نسمعوا هاد التجارب، بغينا نفهموا علاش اليوم في المجتمع المغربي مازال عندنا كنعاقبوا وكان نحاكموا المراه اللي شخصيتها قويه. 0522 77 24 24، موضوع اكيد غادي نتفاجئوا فيه بشهاداتكم وبتجاربكم معنا على رقم الاستوديو وعلى اللايف اللي كتابعوه معنا. صباح النور دكتورة فدوى السعداني، مرحبا بك معنا، مرحبا بك دائما، ولقاء يتجدد بكل متعة. صباح الخير سناء، صباح الخير لمستمعاتنا كاملين على أصوات ومستمعين أصوات، واللقاء ديما الحمد لله كيكون كنشتاق ليه في الحقيقة، وديما لقاء زوين مع المستمعات ومعك، وكنحاولوا ما أمكن نوصلوا شي حاجة اللي تبدل شي حاجة في حياة الناس. اللهم أمين، أتمنى ذلك. وتنذكر دكتورة فدوى السعداني بأنك المعالجة النفسية والجنسية، فبداية يعني غادي نبغي نسولك وندير واحد سينجيم سريع قبل ما نتعمقوا في الموضوع. واش خلال هذه السنوات الطويلة ديالك ديال الممارسة وديال الاحتكاك بالناس اللي كيقصدوك للعلاج النفسي، واش سمعتي واش تقال لك من طرف رجال ومن طرف أيضا نساء أنه هذيك المرأة يعني كنحتاطوا منها ولا كنرفضوها حيت شخصيتها قوية؟ كنظن باللي الأغلبية كيكون عندهم خلط بين شنو هي الشخصية القوية والشخصية المتسلطة، والناس كيجيو كيقول لك أنا هذيك متسلطة، هذيك راها كتبغي تحكم، هذيك ما كتصنط الحد، هذيك رأيها هو اللي ما يهبطش الأرض، هذيك. وكاين واحد الخلط بين القوة في الشخصية وبين الرغبة في التحكم في الآخرين، وربما الناس كيتشكوا من هذه النقطة هذه. يعني كنلقاو جاو عندي نساء اللي كتقول لك عجوزتي إنسانة متسلطة ولا هي اللي عندها الشخصية في الدار، هي اللي كتحكم، هي اللي خصها تحكم حتى في ولادها، هي اللي كذا. أو لكي اللي كيقول لك عندي شي حد في العمل مرأة اللي هي اللي كتحكم فيها، رجال اللي كيحسوا بهذا الإحساس هذا في إطار العمل. يعني كلها أمور اللي كتقدر كتسمع وكنسمعها حتى في الحياة الزوجية، من كيجيو أزواج وكيقول لك لا أنا هاد المرأة هادي ما كتعطيش قيمة للرأي ديالي، ما كتصنطليش، ما كتبغيش تسمع لي، كتبغي دير غير اللي قالها راسها. يعني كاين هاد النقطة هادي كتخلق مشاكل، لأن ربما من الشخصية القوية كندوزو بسهولة للشخصية السلطوية. شنو الفرق ما بيناتهم؟ شنو هو الخيط الرفيع اللي كيفرق ما بين أنه المرأة تكون عندها شخصية قوية وغادي نحددوا شنو هي الشخصية القوية، وأنها تقدر تولي فعلا متسلطة وربما كتجاوز الحدود ديالها في علاقتها بالناس وأقرب الناس؟ ألو غنحاولوا نحددوا شنو هي الشخصية القوية. ربما هذه أنا غنقول تعريف ديالي أنا وماشي اخترعته، ولكن اللي أنا كيبان لي هو اللي كيبين الشخصية القوية. الإنسان اللي عنده شخصية قوية أول حاجة عنده تقدير ديال النفس ديالو صحيح متين، يعني كيقدر نفسه بطريقة صحيحة، يعني عزيز عليه نفسه، ماشي عزيز عليه نفسه، كيقدر نفسه، كيعرف قيمة نفسه. شنو معنى كيعرف قيمة نفسه؟ ما كيطلعها أكثر من القياس ويقول لك أنا وأنا وأنا وأنا، ما كيهبطها ويقول لك أنا ما كنعرف وأنا ما كندير وأنا غير مسكين وأنا وأنا وأنا. يعني واحد المرأة أو رجل اللي عارف قيمة نفسه، هذا تقدير، وكيعرف يبغي راسه. يبغي راسه شنو معنيتها؟ ماشي معنيتها كنبغيك اكثر من الناس الاخرين او لا على حساب الناس الاخرين، لا، كنبغي نفسي بحيث كنستحق نبغي نفسي، بحيت كنستحق انني نعطي راسي احسن حاجه كاينه، بحيت كنستحق انني نفرح وانني نسعد وانني نوصل وانني يكون عندي انجازات. دونك كنبغي نفسي وكنقدر نفسي وكنعرف قيمه نفسي، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي الثقه في النفس، تكون عندي ثقه في النفس اللي هي متينه. وشنو هي الثقه في النفس؟ هي انني عارف باللي عندي قدره على الانجاز، كنكون واثق في نفسي من المعرفة اللي عندي، من التجارب اللي عندي، وكنقول باللي بهاد المعرفة وبهاد التجارب وبالشخصية اللي عندي غادي نقدر نواجه حتى الحوايج اللي مازال ما دايزاش عليا. هذه الثقة في النفس. حاجة الثالثة هي القدرة على إثبات النفس، والقدرة على إثبات الذات، ماشي هي نفرض راسي ونفرض رأيي كيف ما كان الحال، لا، هي القدرة على أنني نعبر على الرأي ديالي، القدرة على أنني نقول لا من خصني نقول لا، القدرة على أنني نطلب الطلب اللي خصني، يعني داكشي اللي خصني نعرف نطلبه، القدرة على أنني كيفاش نتعامل مع التعاليق السلبية، مع شي واحد اللي كيجي يهجم عليا، كيفاش غنتعامل مع هاد الأمور هادي. يعني إثبات النفس هو واحد الحاجة مهمة، لأنه أدوات ديال الشخصية القوية.
حاجة أخرى اللي هي مهمة هي القدرة على أن يكون عندي رأي مختلف على الآخرين ونكون قادرة نآمن بهذاك الرأي ونكون قادرة ماشي غير نآمن به من قدر نعبر عليه ولو يكون رأي مختلف على الآخرين، لأن كاين الناس اللي كيكون عندهم رأي ولكن ملي كيشوفوا الجماعة كلها غادية في واحد الرأي ما كيقدروش يعبروا عليه لأن كيخافوا يكونوا خارجين من الجماعة. دونك القدرة على أنك نكون مختلف يعني ونتحمل الاختلاف. يعني انا ما متفقش وكنقولها وكنتحمل داكشي كاع الا الناس ما رفضوه ولا ما قبلوش كنتحملها. هذه اذا من العلامات ديال الشخصيه القويه عند المراه. غنضيف واحد الحاجه باش نفرقوا بينها وبين السلطويه، هو التوازن. يعني ان الشخصيه القويه هي شخصيه متوازنه، معنيتها ماشي بالضروره خصني نفرض رايي في جميع الحالات، لا كنستمع للاخر. كتكون واحد القدره عند الشخصيه القويه على انني نعرف الامور، ماشي غير نجي ونحكم، ماشي غير نجي ونقرب لي انا اللي عندي الصح، ناخذ بعين الاعتبار راي الاخرين. يعني ماشي حيت انا شخصيتي قوية انتم راكم والو او انتم ارائكم ما كتسوى والو او لا، لا هنا ما كنطيحوا في السلطوية. ولكن مني كيكون عندي القدرة انني نعطي الاخرين الاحترام ديالهم والمكان ديالهم وحتى نعترف باللي بعض المرات هما اللي عندهم صح وانا خطأ، هذه راه هي من الشخصية القوية. يعني كيف ما نقدر يكون عندي رأي مختلف كيف ما نقدر نمشي مع الرأي الاخر حيت اقتنعت به، يعني ما يكونش عندي العناد انا خصني مهم رأيي هو اللي يكون. هنا كتكون شخصية قوية متوازنة سوية واللي كتقدر كيكون عندها واحد المكانة، كتكون باينة مختلفة على الناس، كتكون كتير الانتباه، كتكون الناس عارفين بلي هذاك الشخص راه يقدروا أولا يعولوا عليه، كيشوفوا بلي هذاك الشخص راه يقدر يكون هو اللي كيجر المركبة، يعني كيتقوا في الرأي ديالو. وبزاف المرات كتلقي الناس بحال كتخبى موراه، يعني راه عرفنا هو اللي غياخذ هذيك المرة اللي راه هي غتاخذ القرار، غير يعني كتشوف بلي عنده واحد المكانة مختلفة. واش مهم المرأة والشابة المغربية اليوم، بنت المغرب اليوم، مهم تكون عندها شخصية قوية وعلاش؟ كنظن مهم أن تكون عندها شخصية قوية، لأن بهذه الشخصية القوية غادي تقدر هي اللي تدير حياتها، ما تكونش مجرد ضحية في دماغها وضحية في دماغ الآخرين باللي راها مفروض عليها تدير واحد الحوايج ومفروض عليها تعيش بواحد الطريقة ومفروض عليها أنها تستجب لحاجيات الناس الآخرين وتنسى هي راسها. الفكرة ديالت أنها علاش خصها تكون شخصية قوية باش تقدر تكون كيان مستقل، تكون إنسانة مستقلة بذاتها. مستقلة ماشي معنيتها، أنا كنعاود نأكد باللي ماشي معنيتها أنا بوحدي والآخرين ما كيفهموش ولا أنا أحسن من الآخرين، لا، مستقلة هي أن عندي القدرة ندير اختياراتي في حياتي وأنني نتحمل مسؤوليتي فيهم وأن ديك العواقب اللي غادي تكون نتحملها ونعرف كيفاش ندير فيها. كنشوفوا على أنه لغاية اليوم في كثير من الأوساط المغربية الأسر المغربية بدون قصد وعن حب ربما كيبغيو يبقاو دائما مسيطرين على الفتاة وعلى الشابة وأنها ما خصهاش تخرج من تحت جناحهم، وفكرة أنه بنتنا ولا هذيك السيدة تكون عندها شخصية قوية كتخلع. علاش دكتورة؟ وكيفاش ممكن اليوم نبينوا كاع الأمور اللي هي مزيانة باش أنه هاد البنت تكون عندها شخصية قوية؟ يعني بقدر باش في الدار كيخصنا الراجل ولدنا نربيوه خصو يكون قوي وكلمته مسموعة وعنده الاستقلالية وكلمته ما تطيحش الأرض، ولكن في المقابل البنت ما عليهش خصها تجي على راسها وتحني الراس وتكون على قد يد الراجل. كيفاش ممكن نبينو الأمور زوينة في هذا الموضوع ديالنا اليوم ديال الشخصية القوية؟ أنا كنظن أن أولا الوالدين كيخافوا من جوج ديال الحوايج. الحاجة الأولى كيخافوا أن البنت تغلط، وهاد القضية ديال كيخافوا، ولكن الولد ممكن يغلط حيت المجتمع كيتقبل الأخطاء عند الولد أكثر من اللي كيتقبلها عند البنت، هذه حقيقة. يعني ما غاديش نكذبوا على ريوسنا، عندنا البنت مني كتخطأ اللوم اللي كيكون عليها وعلى والديها أكثر من الولد مني كيخطأ. الولد كيبقى غير ولد، الولد راه غادي يكبر وما غادي هذا ويلي شكون اللي باقي غيعقل على أخطائه إلى آخره. الوالدين بالنسبة للولد كيخافوا من حاجة واحدة، البلية.
يعني نكون واقعي كيخافوا من البلية. حاجة أخرى كيقول لك وراه راه شاب إوا راه عزري إوا راه ضروري يدير هاد الشيء. ما بالنسبة للبنت أي خطأ كيتحسب عليها والوالدين كيخافوا لأنهم وعلاش كيخافوا على البنت؟ كيخافوا على السمعة ديالها والسمعة ديالهم لأن السمعة ديالها ملي كتقاس كيتحكم عليها وما كيبقاش يبانوا الجوانب الإيجابية ديالها. يعني ربما إلا تعرف على خطأ واحد اللي كيعتبروا المجتمع خطأ صافي ما كتبقى تبان فيها حتى شي حاجة مزيانة. النقطة الثانية اللي كيخافوا منها الوالدين هو أن هذه البنت فقد الأنوثة ديالها. يعني كان عندنا واحد في المخيلة ديالنا أن البنت خصها تكون حنينة خصها تكون ظريفة خصها تكون لينة. حتى من راه كنلقاو عند الرجل وبزاف د المرات سمعت هذه الكلمة في عند الأزواج مراتي النيبادوس مراتي ماشي ما فيهاش الأنوثة مراتي قاصحة مراتي واقفة. يعني أن كاين واحد الصورة في المخيلة ديالتنا كيفاش خص تكون المرأة كيفاش خص تكون الفتاة والوالدين بطريقه واعيه او لا واعيه ملي البنت كتهضر بالغوات ولا مثلا تعبر على راسها بشي صوت هذا تقول لا البنات ما كيغوتوش البنات خصوتهم يكون كذا البنات. وهي راه نقدروا نقولوا لاي واحد ما تغوتش لا بنت لا ولد. يعني نقدروا نقولها عبري على رايك بطريقه واضحه مي بلا ما تحتاجي تغوتي. احنا لا غندخلوها في الانوثه في انها ناعمه انها ضعيفه. وحتى الوالدين بعض المرات كيبغيو يخليوا البنت حاسه براسها شويه ضعيفه باش تبقى ديك أنت ضعيفة اللي غيجي داك الراجل هو اللي غادي يعتقها هو اللي غادي يعطي لها القوة هو اللي غيعطي لها المكانة إلى آخره. وهذا الشيء راه باقي مترسخ بزاف. واش هذا الشيء اليوم كيبان لك دكتورة فدوى السعداني خاصنا نبدلوه؟ كنظن اه لان القوه كاينه في الرجل القوه كاينه في المراه. ماشي معنيتها المراه تفقد الانوثه ديالها وتولي كرجل متنكر ولكن انها القوه ديال الشخصيه ديالها ما كتنقص في حتى شي حاجه في الانوثه ديالها. حنا طبعا كنستقبلوا مكالماتكم بغينا نسمعوا بشهادات حيه من عندكم مستمعاتنا ومستمعينا. واش انت فتاه او شابه اللي عندك شخصيه قويه كيفاش كتعيشي اليوم حياتك وعلاقاتك؟ واش هذا الشيء كيخلق لك بعض المشاكل؟ واش اليوم انت بالعكس شخصيتك لاحظتي وعانيتي من انها ضعيفه وبغيتي ترجعي شخصيتك قويه بغيتي تولي اقوى؟ كيفاش توصلي لهذا الشيء كيفاش تطوري من نفسك ومن ذاتك؟ هذا موضوعنا اليوم. تواصلوا معنا على رقم الاستوديو 0522 77 24 24. وايضا الا انت رجل كتقدر المراه اللي شخصيتها قويه وبالعكس بان لك اليوم على انه ما يمكنش تعيش او ما يمكنش مثلا تربط حياتك او تزوج بفتاة اللي شخصيتها ضعيفة، يهمنا نسمعوا شهادتك. وكذلك العكس صحيح، الا كنتي بالعكس ما كتعجبكش المرأة اللي شخصيتها قوية ياريت تصل وتشارك معنا وتقول لنا علاش، لانه بغينا نسمعوا لبعضنا. هذا هو شعارنا في حديث ومغزل، هو نناقشوا ونحترموا باختلاف باحترام الاختلاف في ارائنا. اهلا بك امينة من الدار البيضاء، صباحك سعيد ومرحبا بك معنا على راديو اصوات. اهلا وسهلا، صباح الخير للفدوى، صباحكم مبروك ونتمنى لكم الخير والتيسير ان شاء الله باذن الله. اللهم امين. انا يا المهم الحمد لله عندي شخصيتي الحمد لله قويه كما قلتي انت يا سميتو، اني في المواقف كناخذ كنعبر على رايي كندير واخا لقيتي مشاكل في الاول وداكشي مع الناس كما قلتي تيقول لك زعما هذيك قبيحه ولا قاصحه ولا ذا، ولكن الحمد لله مع الوقت لقيت عند من جانب ديال العائله ديال راجلي وداكشي، ولكن من بعد الحمد لله من تعاشرنا وداكشي وهذا ولاو عرفوني كيفاش دايره. اي حقيقه ما نسامحش في حقي ولكن كنادي واجبي ناديه معاهم ولا مع الناس اللي تنتعامل معاها ولا شي، ولكن دائما تبقى في الاول تيشوف لك ديك الشوفه ديال ان راه قاصحه ولا قبيحه ولا. وهي اما هي الفرق ما بين ان المراه حيت وقتنا دابا بغى المراه انها خاصها تكون قويه لان الا ضعفات تيطلعوا عليها والوقت ما بقاش بغى هكا كينيات والوقت ما بقاش بغى ان المراه تنازل. لان انا كنت تنضحك مع سميتها قولي يا راجل والدي قال لك لا تقولي، كنقول لا اللي قال لك قولي باش عمره ما يقول لك، لان ما خصكش انا ما نهينش شي حد وما زعماش نتكبر عليه ولا نقول شي حاجه خايبه، ولكن هو تا هو خصو يحترمني وخصو يقدرني ويقدر رايي ويقدر سميتو، حيت هذا الوقت
الى بزاف ديال العيالات تعانيوا من هذا المشكل حتى كيوصلوا للمسائل تاع الطلاق، ولا لان كتبقى تصبر 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 في الاخر هي كتولي كتصيد من داك الشيء اللي هي عايشاه وكتعود في مشاكل. الشخصيه الضعيفه ديما كتبقى ضعيفه، وربما نسوي على دكتوره انا كنلاحظ بزاف العيالات اللي تكون شخصيتهم ضعيفه تتكون جايه من الام ديالها. إذا كانت الأم شخصيتها قوية كيبان لك نيت البنات ديالها تطلعوا شخصيتهم قوية، كانت الأم شخصيتها ضعيفة كيجيو البنات حتى هما في حالها. أنا بزاف ديال الناس وبزاف ديال العائلات شفت فيهم هذه النقطة هذه. نعم قول لي الأمينة، أنت اليوم أم عندك البنت في الدار؟ لا أنا المهم لسوء الحظ، ماشي لسوء الحظ ولحسن الحظ، ما ولدتش ما عنديش الوليدات. نعم. ولكن كما قلت لك رغم اني ما ولدتش بقات شخصيتي مع راجلي ومع عائله راجلي الحمد لله مزيانه وعايشه معاهم دابا 29 سنه هذه عايشه معاهم. بنفس الشخصيه اللي تعرفوا عليا النهار الاول بقيت بها حتى لدابا. نعم. ولكن ما نطاولش على شي حاجه اللي ماشي من حقي ولكن حقي ناخذه. دكتوره فدوى السعداني طرحت علينا سؤال امينه، قالت لك على انه كتلاحظ على انه المراه اذا كانت شخصيتها ضعيفه هادشي كيكون راجع للام والتربيه ديالها، شنو رايك؟ هو الشخصية ديالنا بصفة عامة باش كتكون راه راجع للتربية، كاين حوايج اللي هي وراثية، يعني كناخذوا حوايج يا من الأب يا من الأم يا من جدة يا من آخر جدة، يعني راه ماشي راه كاين جانب وراثي في الطبع، لأن كناخذوا واحد الطبع وعلى هذاك الطبع كتبدا تكون واحد الطبقات ديال الشخصية، ومن بين أهم الطبقات هي الطبقة ديال التربية والتربية الأولى يعني في السنين الأولى. ماشي بالضرورة الأم اللي هي قوية غادي تعطي عند بناتها شخصية قوية، وماشي بالضرورة الأم اللي شخصيتها ضعيفة بناتها غادي تكون شخصيتهم ضعيفة، حيت ماشي ديما كنتعاملوا مع داك الشيء اللي كنعيشوه بغير بأن هذاك مثال كنتبعوه، بالعكس بعض المرات هذاك المثال حيت كنشوفوه مضر حنا كنديروا العكس ديالو بطريقة لا واعية. كتلقى مثلا ديك البنيتة بالعكس كتشوف مثلا أمها كتعنف ولا كلامها ما كيتسمعش ولا ما عندهاش رأي ولا هذا، كتولي بحال هي اللي غادي تعطي الرأي وهي اللي غادي بحال كتاخذ على عاتقها ان تكون ماشي بحال امها. وكاينه اللي بالعكس كتشبه الام ديالها، دونك ماشي ديما كنلقاو هكذا وماشي ديما كنلقاو هكذا. ولكن اللي مهم خصنا نعرفوا هو من بين الحوايج المهمه هو اش كتقول الام للبنت ديالها ومعلوم المثال اللي كتعطي لها، يعني شنو الفكره ولا الافكار اللي كتزرع في راسها وفي نفسيتها من الصغر. من الصغر، لان كاين بعض المرات خصنا نعرفوا باللي شنو هي الصوره اللي كنعطيو وشنو هي المعتقدات العميقه اللي غادي نزرعوا في هذوك الوليدات اللي كتولي مآمنه بها البنت ملي كتكبر. مآمنه بها البنت، يعني كاين مثلا غادي تكون واحد الام اللي هي في واحد الوضع ديال الضعف، ولكن كتقول لها بنتي عندك تلقاي راسك في هذه الحاله بحالي مثلا، راه غادي تخليها بالعكس هي بحال غتبغي تعالج الام ديالها اولا وعاد تعالج نفسها ثانيا. نعم. يعني مهم اشنو اللي شنو كيتقال لهاد الوليدات، مهم حيت خصنا نعرفوا واحد النقطه. بزاف ديال الناس كيقول لك الراجل هو اللي كيفرض هاد الامور، الراجل لا، حنا عندنا الام راه هي اللي كتربي، وكنلقاو باللي الام هي اللي كتهز هاد الامور، واخا حنا كنقولوا من بعد لا وما خشاي وعلاش البنات وعلاش، كتلقاي باللي الام اللي كتوصل للبنت باللي راه ما خصكش تكوني كترفعي الصوت، عندك ديري عندك لا وتبعينا وهذه الحاجه اللي خصك ديري وضروري خصك تكبري وتزوجي. راه ماشي بالضروره الاب اللي كيقول هاد الهضره، حنايا في المجتمع ديالنا الاب كيكون حاضر غير في مواقف، اما في الحياه اليوميه شكون اللي كيهز هاد القيم وهي اللي كيدوز للبنيه؟ راه هي الام. اذا من المهم بالنسبه لي أن الأمهات أولا يشوفوا كيفاش بغوا بنيتهم يكونوا، أنهم يبدأوا يخرجوا شوية من هذاك المثال اللي هو كاين بزاف خصها تكون حانية الراس خصها وخصها وخصها. دونك ما نقولوش يا بيض يا كحل، الام القويه كتعطي البنت القويه والام الضعيفه كتعطي لا. ولكن طبعا التعامل ديال المراه مع بنتها حاسم في تكوين شخصيتها منين غادي تكبر، وحتى ديال الاب باش ما نحيدوش الدور ديال الاب ونتمنوه يكبر. ناخذ معنا اسيا وغادي ناخذ كذلك هدى ورشيد. اهلا اسيا، مرحبا بك معنا على راديو اصوات. بارك الله فيك على الله. بغيت نشارك معكم عندي واحد التدخل. انا مشكلتي انني شخصيه قويه شويه. اييه بمعنى؟ بمعنى تناخذ لي ديسيزيون كيجيب لي راسي انني متحكمه، انا ماشي متحكمه. إيه؟ انا ارمله عندي بنيه، دابا المشكله تنشوف بنتي ولات بحالي. إيه؟ تتغوت تتضرب بواحد العصبيه. شحال في عمرها؟ عندها دابا 11 ans.
انا بحكم الخدمه ديالي خدمت في الكوميرس خدمت مع الناس على برا وهذا تاخذ تاخذ القناع ديال الشخصيه القويه هذيك اللي باش ما تعرضش لشي حوايج باش هذا ولكن العكس ليا في الدار ديالي انا بنتي دابا تنشوفها تجيب لي الله بحال قبيحه مقلقه بزاف دغيا كتقلق من الدراري دغيا وكتغوت على لي كوزان ديالها ولا على صحاباتها تتغوت هضرتها ديما بالغوت يعني خدات ما عندي شي حوايج انا ما بغيتش نعطيهم لها وما عرفتش كيفاش دابا تنحاول انا نقص من الغوت في الدار نقص من انني ناخذ لا ديسيزيون في حياتها هي لبسي هذه ما ديريش هذه تنقول لها ديري اللي بغيتي ومع ذلك بنتي ما زيده فيه واخا وانت شنو الحاجه اللي كتخلعك يعني نشوفوا ابعد من انها غير كتغوت على الدراري ولا دخالتها ولا ولاد العائله شنو الحاجه اللي انت خايفه منها اليوم بنتي كتبان لي بحال شي ولد ماشي بنت الكاركتير ديالها شويه بدا كيتبدل ما عيشش الانوثه ديالها والطفوله ديالها كبير باغي لا نعم وشوف انا غادي نطلب منك اسيا تبقاي معنا غادي نجاوبوا على السؤال ديالك سؤال مهم وكنرحب بك معنا على راديو اصوات من بعد الفاصل معكم مباشره على راديو أصوات نجاوبوا على السؤال ديال أسيا وخصنا ناخذوا معنا هدى وراشد دكتورة في دواء السعداني المعالجة النفسية والجنسية خاصنا نفهموا أول حاجة بالنسبة لأسيا وبالنسبة للبنية ديالها أن القوة ديال الشخصية ماشي هي الغوات القوة ديال الشخصية ماشي هي أنني نبدأ نحاول نتحكم في الآخرين وأنني نغوت عليهم ونقلل منهم المشكل اللي كاين هو أن في بزاف ديال المرات احنا في مجتمعنا كيقول لك اللي قوي راه قوي بتخرج العينين راه قوي حيت كيغوت راه قوي يعني غنحترموه حيت هو اللي كي هو اللي كي فهمتي داك اللي ديك المرة اللي كتغوت ولا داك الراجل اللي كيغوت راه هذيك هي القوة وكنظن هنايا هذا عدم فهمه علاش انا هضرت قبيله على اثبات الذات وبالفرنسيه سميتها لافيرماسيون دو سو هذا الاثبات الذات راه ماشي هو العنف والغوات راه عنف ملي كنبدا نغوت او نعاير او نقلل من الاخر راه داك عنف اذا هنا بالنسبه لك اسيا قلتي باللي بديتي كتنقصي انك تفرضي عليها شي حوايج مزيان ان لان باش نعطيو الثقه في النفس لوليداتنا خصنا نبداو نعطيوهم يبداو يديروا اختيارات اللي في المقدور ديالهم معلومه ما نعطيوهمش اختيارات مهمه كبيره ولكن اش غتلبس غدا كنظن في 11 عام من حقها تختار اش غتلبس غدا في حدود المعقول ما غاديش تلبس تريكو خفيف في البرد الى اخره ولكن في حدود المعقول كنعطيو لها اختيارات حتى في انها مثلا النوع ديال الالعاب اللي باغا تلعب النوع ديال الرياضه اللي باغا دير الى اخره لان هادشي كله كيعطيها ثقه في النفس ثقه في القدره على انها دير اختيارات وقرارات ولكن من المهم توصلي لها واحد الحاجه هو شوف بنتي الغوات ماشي هو القوه راه ديك نفس الحاجه ونفس الراي ديالك اللي انت بغيتي توصليه لهذاك الشخص الاخر الا وصلتيه ليه باحترام وصلتيه ليه كتحترمي نفسك وكتحترميه ماشي كتحترمي غير نفسك وانت هي كتحترمي رايك وما كتحترميش الاخر حاولي توصلي لها هذه النقطه جلسي معها شرحي لها قول لها راه بعض المرات كنتي كتشوفيني كنغوت في بعض المواقف لان في بعض الاحيان كنحتاج نوصلوا لهذا الجانب ولكن في اغلبيه الوقت راه كنت كنبين القوه ديالي بلا ما نغوت واعطي لها امثله من حياتي كعطي لها امثله من مواقف تحطيتي فيها وحاولي تقولها شوفي اجي حنا في الدار اعطيني رايك بلا ما تغوتي قولي لي رايك وحاولي تقنعيني بلا ما تغوتي بغى يكون هو نوع ديال التدريب اللي غادي يخليها بشويه بشويه حتى مع الاخرين مثلا مع لي كوزا ما عجبهاش داك النوع ديال اللعب اللي كيلعبوا مثلا كيفاش توصل لهم تقنعهم باش يلعبوا لعب اخر بلا ما تغوت عليهم الا قدرتي توصليها لهذا الجانب هذا راه غادي يعني غتعاونيها بزاف من جهه لان هي راه تعبر على واحد الغضب بهذاك التسلط وبزاف د المرات مر الغضب كيقدر يكون حزن اذا قلبي حتى مع بنيتك واش ما كاينش شي حاجه ضراها كيفاش كتعيش ربما انها متوفي لها الاب ديالها ياك مالي كوزا عندهم باباواتهم يعني راه ربما خصك تقلبي شويه اكثر وتشوفي شنو اللي كاين مر هذا الغضب هذا الله يعاونك أسيا تحية لك من الدار البيضاء غادي نمشيو للمكناس معنا هدى قبل ما ناخذوا رشيد اهلا هدى مرحبا بك يا هدى كي صبحتوا بخير الحمد لله تحية لك ولكل المستمعين بمكناس بارك الله في كل مستمعكم بمكناس كيكنوا لكم الحب والوفاء أكيد وكيبغيوكم من أعمق القلوب الله يحفظك يا هدى شكرا لك الموضوع اللي قلبنا عليه كنلقاو عندكم الموضوع اللي درنا كنلقاو عندكم شكرا بزاف اختي سناء شكرا للطاقم شكرا لمستقبل المكالمات شكرا لكم بزاف 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 الله يبارك فيك على هذه الكلمات وشكرا على وفائكم هدى انت عندك شخصيه قويه
بالنسبه لي كانت عندي واحد الشخصيه كانت عاجباني بالنسبه للمورا الطلاق ديالي واحد الجبهه ديال الطلاق. نعم. حسيت بحال ما بقيتش في داك المستوى اللي كنت رجعت كندخل اي كنت شي حاجه ما كتعجبنيش كنت كنوقف وجهها لا ما غنديرهاش لا ما عجبتنيش لا علاقتها بابا لا صافي رجعت قال لي حاجه كنقول واخا غادي نديرها واخا غادي نشوف واخا ما بقيتش نقطع لها الخط هدى يا ريت ترجع معنا ونسمعوها. هدى كتحكي على انه تجربتها في الحياه هرست الشخصيه ديالها اللي كانت عاجبها وكانت مقتنعه بها، وهذه يعني واحد المساله اللي احنا غادي نرجعوا لها ونتكلموا عليها. ناخذ رشيد اللي معنا ايضا مباشره. اهلا رشيد، مرحبا بك معنا في حديث ومغزل. اهلا وسهلا ولاول مره كنشارك معكم في مرحبا عن طريق الاذاعه. مرحبا بك سي رشيد. على كل حال صراحه ما احوجنا المواضيع بحال هذا الموضوع اللي طرحتيه اليوم. مرحبا. لانه كي يمس صميم المجتمع ديالنا بصفه عامه. انما عندي بعض الملاحظات، انا لاحظت ان اللي كيتصلوا بكم غير النساء ربما حيت المساله كتعلق بالشخصيه النسائيه. نعم. ياك حنا ما قصيناش الرجل، انا في التقديم ديالي قلت يعني وتوجهت ايضا بالنداء للرجل اللي شارك معنا. اللي بغيت نذكر اننا في حديث ومغزل هو برنامج بالاساس يتوجه ويخاطب النساء وبرنامج الاسره، ولكن ما عمرنا ما قصينا الرجل. فمرحبا بك ومرحبا يهمنا نسمعوا رايك هذا الصباح. انا لا اقصد انكم كتقصوا الرجال، انما يعني اللي كيشجع اكثر باش يوقع اتصال بكم هما النساء. وان كان انه الى رجعنا شويه الامور الدينيه وامور زعما العميقه في المجتمع ديالنا، كنجد بانه راه عندنا كل شيء في الشريعه الاسلاميه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول الرجال النساء شقائق الرجال في الاحكام. يعني ما يجري على الرجل يجري على المراه بخصوص الاحكام باستثناء بعض الامور اللي كتعلق بالبيولوجيه المختلفه. بخصوص الشخصيه القويه، انا في اعتقادي ان تكوين الشخصيه كيبتدي من الاسره، من الاسلوب اللي كيتعامل به الام والابن مع البنت ولا الولد من الصغر، بحيث انه الشخصيه ما كتكونش في ظرف اسبوع ولا في شهر ولا في عام، كتكون على مراحل، بحيث اول مصدر باش ذاك الطفل بنت ولا ولد باش كيتشبع بهذا هو السلوكات والاخلاق ديال الابوين. يعني هذه حسب اعتقادي يمكن. نعم سي رشيد، ممكن نطرح عليك سؤال؟ نعم. انت اليوم اب؟ اي اب عندك البنت وعندك الولد؟ لا عندي غير البنات، ابو البنات عندي. ابو البنات تبارك الله، شحال في عمرهم البنات؟ والكبيره في عمرها 41 والصغيره في عمرها 21. نعم. واش انت كاب كنتي عندك يعني هذا الاهتمام وعندك هذه الرغبه باش انه تشوف بناتك عندهم شخصيه قويه؟ بطبيعه الحال، لانه يعني منذ البدايه كنسهر باش نوفر لهم جميع الظروف وجميع الامور اللي كتجعلهم فهمتي يحسوا بانه عندهم مكانتهم عندهم كل شيء. ومن بعد المسائل اللي ركزنا فيهم انه كبروا كلهم وهما ما كيحسوش بانه كاين شي فرق بين الولد والبنت. نعم. هذا المساله جعلتهم انه في سواء داخل المغرب ولا خاصه في خارج المغرب كيندمجوا بسهوله، بحيث ما كاينش ذاك الشعور بالنقص ولا هذا ولد احسن من بنت ولا بنت كذا الى اخره. كيف لاحظت انه بالنسبه للبنت الاولانيه ديالي كان عندها ثقه اكثر من صديقات. نعم. بحيث لدرجه انه تيقول لها في الدار انت راك غارسون. قلت لكم المرحله الاولى اللي كتشبع منها الطفل هي اسلوب الوالدين. فغير هنا نفتح واحد القوس، فكيفاش بغينا البنت ولا الولد يكون صادق، وملي كنشوفوا مثلا الولد
ولا البنت كيدق شي واحد في الدار كيقول له بيت بابا كتجي تقول له واحد السيد كيسول فيه كيقول لها سيقول له ما كاينش، يعني كيعطيها واحد النموذج ديال الكذب ديال كيغرس فيها هذه. هذا من جهه، من جهه اخرى انه في اعتقادي ان كل شخصيه يعني كيدوز على مراحل وعلى تجارب وعلى تلقين ومدرسه الى اخره، انما في الوقت اللي كيكتمل النضج والنمو ديال البنت ولا الولد هنا الاسلوب ديال التعامل في الحياه يختلف من مجال لمجال. سي رشيد انا كنحييك طبعا على هذه الشهاده والتجربه ديالك، واذا سمحتي لي غادي نعاود نطرح عليك واحد السؤال اخر ونلخصوا لانه عندنا مكالمات اخرى ورايك مهم كثير. انا بغيت غير نعرف شنو هو السر، انت اليوم كاب لثلاث بنات شنو هو السر عندك انت كرجل اللي خلاك تقبل وخلاك ماشي تحرص على انك تزرع في بناتك هذه الشخصيه القويه، وانه شي حاجه اللي ما كتضايقكش؟ واش كتبان لك شي حاجه اللي كانت ضروريه باش بناتك من بعد يعيشوا مرتاحين ويتطوروا في الحياه ديالهم؟ شنو السر؟ انا غادي نقول لكم واحد المساله. دابا البنت ولا الولد خصك تشعروا بانه راه عنده حريه، ولكن حريه في حدود، والانسان حريه بالمسؤوليه، يعطي الحرية وفي نفس الوقت يربي المسؤولية. أنا بالنسبة لبناتي كلهما كان عقل من اللي كانوا كيقراوا في الإعدادية وفي الثانوية، مثلا كتكون البنتي غادي تدخل ثلاثة ولكن صحاباتها دايرين باش يقولوا لوليد وعائلتهم راه عندنا في الجوج باش كيتلاقاو في واحد القهوه واحده الليسي وكيجلسوا يشربوا القهوه داكشي. انا بنتي كانت مع قبل ما كانت كندوزها وكنوصلها حتى لباب المقط. نعم. وملي كيشوفوها نزلت من الطوموبيل مع صحابتها تيقول لها شكون اللي جا؟ قال لهم بابا. قالوا لي كيقول لك باباك جايبك للقهوه؟ قلت لها مع صحابتك. قالت لي هو كيجيبني. علاش؟ لانه الحاجه اللي حرصنا عليها لا انا ولا الام وهو نوصلهم واحد الدرجه اللي يعرفوا الصحيح من الخطا. نعم بنفسهم. يعني تكون عندهم واحد الرقابه ذاتيه ماشي دائما هذا. ثم المساله الاخرى ثاني هو يعني الصراحه التامه. الشفافيه. وسيدي اش غنقول لك السي رشيد تبارك الله عليك، وانا متاكده انه بناتك كيفتخروا باب من الطينه ديالك، وانا يعني مامنه على انك ايضا اليوم كتفتخر بالثمار اللي كتحصد من هذه التربيه ومن هذه يعني القيم اللي زرعتي في بنياتك. كنشكرك كثير على الاتصال والمشاركه ديالك معنا على راديو اصوات، وحنا محتاجين ايضا نسمعوا مثل هذه الاراء المتنوره، اراء مختلفه اللي كنحترموا فيها دائما الاختلاف. دكتورة فدوى السعداني شنو تقولي للسي رشيد؟ أنا نقول للسي رشيد بلي كل شيء اللي قال صحيح، وبلي الشخصية كتكون على مراحل، وبلي كل مرحلة مهمة، وأهم مرحلة هي اللي كتكون عند الوالدين في الدار في الطفولة الصغيرة، وهذا كله حقيقة اللي قال. وهذه النقطة المهمة اللي قال أن تعيشوا الحقيقة مع وليداتكم، وأن ما تخليوهمش يخبيو. من الأفضل يقولوا لك الحاجة وتوري لهم الصح والخطأ على أنهم يخبيو وترافقهم في هذيك الحرية. نعم. يعني تبارك الله على السي رشيد. النقطة الثانية اللي غنطلب من السي رشيد، وأنا هي كنطلبها من كل راجل اللي كيكون عنده واحد الفكر مختلف شوية، عقلية مختلفة شوية، كنقول لهم راه هما اللي غادي يقدروا يوصلوا أكثر الرسالة للرجال الآخرين، وأن عندهم ربما مسؤولية، يمكن أنا كنحملها لهم، ولكن ربما عندهم مسؤولية حتى هما في تغيير الأفكار ديال المجتمع ديالنا. إذا علاش؟ لأن الراجل ملي كتجي تدوي معاه المرأة كيقول لها وأنتيا وكثرتي عليا وكثرتي علينا بهذه الهضرة إلى آخره، ولكن ملي كيهضر معاه راجل بحاله ماشي حيت ما كيحش بواحد الدنيا، ماشي راه المرأة اللي جابت لي الخبر، يعني كيكون كيستقبلها أكثر. وأنا كنظن سي رشيد بالطريقة اللي ربيتي بها بنياتك تبارك الله ما تكون غير ناجحين إن شاء الله في الحياة ديالهم، وأنت تكون ناجح في تربيتك لهم، كنظن باللي تقدر أنت توصل هذه الرسالة لآباء صغار اللي يلاه بداو في الحياة، اللي يلاه غيكون عندهم طفل صغير. كل ما كتوصل لهم هذه الطريقة هذه ديالتك كن متأكد أنك غادي تنفع بزاف ديال العائلات، بزاف ديال الفتيات، بزاف ديال الرجال ديال المستقبل إن شاء الله. تحية كبيرة لك سي رشيد، والله يوفقك والله يسعد البنيات أبو البنات، وأكيد على أنه الرجل اللي اليوم كيدير هاد الشيء
اكيد انه هو بدوره غتكون عنده شخصيه قويه واكيد انه غيكون اشتغل كثير على نفسه وعلى ذاته وطور من يعني من ثقافته من عقليته. فهنيئا الاسره ديالك السي رشيد. طيب غادي ناخذ هدى معنا من مكناس وكذلك غريبه معنا من سلا. هدى اللي كانت كتقول لنا انه كانت شخصيتها كتفتخر بها وعجبها حالها ولكن تجربتها في الحياه من بعد الطلاق تهرستي يا هدى. هادشي اللي كنتي كتعاودي لنا اختي سناء عندك الحق. هذاك اللي كنت كنعاود قلت لك من بعد ما طلقت صافي تذكرت دخل اي حاجه واخا تكون ما عجبانيش كان الظهر انا عجبتني صافي ما عنديش حل اخر كنقول له غادي نرجع للمشاكل غادي نرجع اللهم خلي هكا. واخا انا بغيت نسولك باش نفهموا اكثر معاك قلتي كانت شخصيتك قويه كيفاش كانت شخصيتك قويه واش كانوا مثلا كان الطليق ديالك ما كيتقبلش هذه المساله كانت كتضره كيخلق لك هادشي مشاكل كانت بالنسبه له واحد العقليه بالنسبه له مراه طاغيه عليه مراه تتوت تراي عليه مراه ما خصهاش المراه هو عنده خاصها تقول اه واخا كان مشاكل بزاف كان في 40 ديال الزواج بحال تقول لي جحيم فمثلا بحال اش كنتي انت وياه كتختلفوا ولا انت ما كتفقيش معاه تقريبا اغلبيه د الحوايج شي صيف دابا خاصني الا قال لي هذه الحاجه مزيانه وهذا ما نعطيش رايه هو رايه هو هذاك واخا ما بغيتهاش انا وما عجبتنيش انا كنقول لكم مزيانه الام ديالو كذلك كنختلف انا بويا شي حاجه كنلقاهم كلهم واقفين ضدي انا كنقول لكم انت هي عندك واحد العقليه ما عرفتش منين جايبها كنقول لهم هذه زعما كنبغي نحلل كنبغي نناقش نحلل لهم شنو هو الجانب المزيان في الحاجه وشنو هو الجانب الخايب كيقول لك لا هذه مزيانه اذا مادام قالت لامي هذه مزيانه ولا قالت انا هذه مزيانه يعني هذه مزيانه يعني اللي كان كيضايقوا ماشي انك انت عندك راي مختلف اللي كان كيضايقوا انك انت كتعبري على رايك يعني كتبغي تناقشي معاه كتبغي تدوي معاه وهو كيبغي غير يقول الكلمه تحني الراس وتقولي اه هذا هو المشكل بالنسبه ماشي غير هو بس حتى الوالدين ديالي كنت لاقي معاهم مشكله فاش كنت صبرنا نعم كان عندي مشكل بحال صافي بحال تهرس انا كنقول انا يمكن انا اللي غلطه الناس كاملين عندهم الحق انا اللي غلطه كيفاش انا خسرت مع كل شيء انا ما تفهمنيش دابا هو سؤال مهم دكتوره فدوى سؤال مهم انا ياك ربما كنسمع باللي كانت هدى في واحد الجانب شويه متطرف ودابا دازت لواحد الجانب اخر متطرف شنو معنيتها ان بحال قبل كان ربما ديما ماشي قضيه انها كتعبر على رايها ولكن واش ربما هذا سؤال كانت يمكن هي معك كل ساعه هدى واش كنتي كيف ما قالوها لك كيخصك تقولي لهم لا تسناو نناقشوا تسناو نحللوا لان الا كانت هدى واش هادشي اللي كان كيوقع كنتي كتبغي تحللي كل شيء تناقشي كل شيء يعني حتى شي راي ما كتقبليه غير هكاك لا 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 دكتوره بالعكس كنتي كتقبلي كانت الحاجه اللي كتبان لي انها منطقيه ومزيانه كنت كنقبلها بصراحه كان كتعجبني داكو يعني كنتي متوازنه يعني الا كانت شي حاجه كتبان لك مزيانه كتقبليها ولو تكون جايه من عند الطرف الاخر والا شي حاجه بانت لك ماشي هي هذيك كتعطي الراي ديالك وكتحاولي تناقشي الاخر ياك هذاك انا اللي نقدر نقول لك هدى هذه هي الطريقه الصحيحه اذا ولو هذه الطريقه اللي هي صحيحه خلقات لك مشاكل محيط ربما الناس اللي دايرين بك ما كيتقبلوش الراي الاخر ما كيتقبلوش انك انت تقدري يكون عندك فكر مختلف عليهم ولكن هذيك كانت هي الطريقه الصحيحه ما تدوزيش من هذاك الشيء لانك تولي تقولي اه ولو انت ما راضياش على شي حاجه ديما خلي عندك حريه القرار شنو معني حريه القرار تبان لك شي حاجه مزيانه وصالحه ليك خديها ولو تجي من عند الاخر يعني ما كان ماشي معني ترى حنا ضعاف الا خدينا الراي ديال الاخر بالعكس هذه حاجه مزيانه كتعلمنا بزاف ديال الحوايج ولكن الا كانت شي حاجه ما صالحه شي ليك ما تاخديهاش يعني خليك في هذه الحريه هذه وتقبلي باللي ملي كتقولي رايك والاخر ما كيتقبلوش راك بعض المرات كتقدر تكون مشاكل غير انا كنصحك بالطريقه لان حتى الطريقه اللي كنعبروا بها على الراي ديالنا بعض المرات كتقدر تحسس الاخر باللي بحال بغينا نطغوا عليه بغينا نفرضوا ليه بغينا نفرضوا عليه راينا الى اخره حاولي ما امكن انك دخلي راه كاين كتب زوينه اللي كتهضر على اثبات الذات وعلى تقنيات اثبات الذات وشوفي
لك كيفاش ممكن تعبري على الرأي ديالك بواحد الطريقة اللي ما تضرش الآخر، اللي ما تحسوش بالدنيا، اللي ما تحسوش باللي هو ما عارفش. لأن بزاف الناس مني كيحسوا بريوسهم راه الآخر كيبين اللي هو حسن مني أو هو عارف كثر مني، كتكون عندهم واحد ضد الفعل عنيفة وواحد الرفض. إذا غير حاولي تخلي هذا الجانب الزوين في شخصيتك اللي هو كتقبلي الرأي الآخر مني كيبان لك مزيان وكترفضيه مني كيبان لك ماشي مزيان، غير تعلمي الطريقة باش ديرها بطريقة سلسة وما تهرسيش نفسك وما تبدليش من شخصيتك. اتفقنا؟ شكرا بزاف والله لا ريحتيني بعد الكلام هذا. وانت منولك الراحة يا هودة، وانتي خليك دائما مأمنة بالقوة اللي فيك، لأنه القوة هي شي حاجة اللي زوينة في حد ذاتها، لأنه بحال شي موتور بحال شي محرك كيدفعنا دائما نزيدوا للقدام. ومن بعد الإنسان راه كيبقى بتجارب كيستافد وكيبدل عاود شوية وكنعاودوا نعدلوا هادي ونقادوا هادي حتى كيلقى الإنسان واحد التوازن. لأن الحياة هي واحد المسار، هي سفر اللي فيه الإنسان دائما كيبحث على هاد التوازن. ربما نضيف واحد الإضافة أخيرة، هو بعض المرات خصنا نعرفوا مع من كنناقشوا. كاين بعض الناس كنشوفوهم متحجرين في الرأي ديالهم، ما غاديش يتقبلوا الرأي الآخر، وكتشوفي بزاف ديال الطاقة كتضيعيها. هي مثلا كتهضر على راجلها، كانت كتهضر على 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 جوستها، كتهضر هي كنشوفوا باللي مر ربع سنين ما لقاوش كيفاش يعيشوا مع بعضياتهم، وهادشي وصلوا الباب مسدود. ولكن راه حتى في علاقاتنا كنقدروا نوصلوا مع ناس كتعرف باللي شوف هذا الشخص هذا بالضبط راه واخا نبقى نقول له نشرح له نقنعه بجميع الوسائل بلا ما نضيع الوقت. وراه مهم ما نضيعش الطاقة وما نضيعش الوقت، يعني نختار منين نشوف شي حد متحجر نقول له واخا هذاك رأيك وهذا رأيي، نكتفيوا بهذا القدر. غادي نواصلوا معكم دائما بشهادتكم بأسئلتكم على رقم الاستوديو المباشر، وغادي ناخذوا سامية من بعد الفاصل. مارتيل قبل ما نرجعوا ونجاوبوا على لمياء اللي كتكتب لينا تعليق عبر لايف في الحساب الرسمي على الانستغرام ثناء الزعيم اوفيسيال. اهلا بك يا سامية، تحيه للناس ديال مارتيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مزيان الحمد لله. كنقول لكم بقات لنا 5 دقائق دكتوره. اييه فرحت بان عيطت عليكم، مهم كلمه خانوني باش شنو نقول لكم دابا. مرحبا بك ساميه. انا راه كنتبعكم هذه شحال. مرحبا. الله يبارك فيك، واشك فوق كنبغي نشارك معكم الكتاب ليا اليوم. ايوا مرحبا. الله يبارك فيك. انا عندي واحد المشكل وابون غادي نقول لكم بلي انا السيد اللي هضر قبل دابا ملي كنت كنسمع لكم هو كيهضر وانا كنتفكر الوالد ديالي الله يرحمه. سيتي لا ميم شوز. الوغ فريمون تكونت واحد الشخصيه قويه عندنا كاملين وكنا ناخذ دي ديسيزيون يعني كتصير يعني بوزيتيف. الوغ دابا المشكل اللي راه عندي انايا بنتي راه عندي مشكل معها ما جو سي با شنو عندها. حنا خديت دابا راني مع سيكولوج لا تخوازيام، اسمحوا لي كيفاش الهضره دابا لا تخوازيام سيان باش نشوف المشكل فين. هو كان يوقع لها تنمر الوقت الطبيب كيقول لي راه بضغط شخصية، يعني شخصيتها ما تلقاش في نفسها. الوغ واش انا اثرت عليها جو سي با، لان كما قلت لك داك الشخصية ملي تكون عندك قوية دي فوا كتشوفي انا الحاجة اللي ما صالحها لهمش، واش راني زعما كان منحها شي حويجات اللي خلاتها انها مثلا شخصيتها بضعف. يعني جو سي با جو سوي بيردو فريمون جو سوي بيردو، لان هي تنمرت بزاف ودابا دات لي كريز ودابا عاوتاني. والمشكل كان جبر انا ماشي فيها لا فوت، بحال البارح وقع لها مشكل في المدرسه ودخلت فيه حتى المعلمه. شحال في عمرها؟ 6 سنين. 6 سنين؟ 10 سنين. 10 سنين. واخا. واليوم انت خايفه انك بالشخصيه القويه ديالك اللي هي في حد ذاتها واحد المساله يعني ايجابيه، انت التخوف ديالك كأم انك تكوني اثرتي سلبا على الابنه ديالك. اكتيفمون لان الاب ديالهم كيقول لا كيقول لي انتيا كتخليهاش دير ما كتخليهاش فين ما كتخليهاش، هي كتقول ما تخلونيش نخرج ما كان... وانا كنشوف انا نخرج ديالها على برا ما صالحش، هي تبقى في الدار ترسم ولا تلعب في الدار فهمتيني. انا الوقت اليوم صعب يعني بحال هاد الحويجات كيقول لك لا انتيا. دكتوره فدوى السعداني
قدنا ثلاثة دقائق. أولا لا سامية ما تكتريش على راسك بزاف من التأنيب، علاش؟ لأن رحنا كوالدين كنحاولوا نديروا الأفضل لوليداتنا، ولكن بعض المرات كنفوتوا، بعض المرات ما كيكونش داكشي اللي درناه هو الصالح 100%. أنا كنظن في محل ما تبقي كتفكري هكذا بوحدك مع راسك وتقلبي، حاولي أنك تبقي تخدمي مع البسيكولوج اللي كيتبع لك البنيتة ديالك، وغادي تشوفي المشكل معاه، غادي تشوفي شنو هما المسائل اللي خصك تبدلي في تصرفك معاها، لأن كاين شي حوايج اللي ماشي إلك إلى الدنيا خيبة على برا، ما غاديش تقدري تخلي بنيتها ديال 10 سنين تخرج بوحدها. دونك كاين النسبة ديال الأمان، على النسبة ديال الحب، على النسبة ديال الحنان. أنا غير اللي نقدر نقول لك، وربما هذه فرصة باش نقولوها للوالدين كاملين، راه الشخصية القوية ماشي معنيتها الشخصية اللي ما كتحنش، ماشي معنيتها الشخصية اللي ما عندهاش عاطفة، ماشي معنيتها الشخصية اللي ما كتعتبرش الآخر وما كتعطيلوش قيمة وما كتعطيش قيمة للرأي ديالو. إذا أنا كنظن إلا شفتي راسك كنتي ناقصة في المحنة اللي كتعطيها، إلا كنتي ناقصة في العاطفة اللي كتبيني لها وكتكتري غير من الحدود، يمكن خصي يكون واحد التوازن، هو تعطي لها عاطفة أكثر، تعطي لها حب أكثر، وتعطي لها حتى قدرة أنها تبدأ تدير شي حويجات بوحدها باش تكتسب الثقة في نفسها. وهذا الشيء أنا كنظن خدميه مع يعني الأخصائي اللي متبعها باش تعرفي شنو هما الخطوات اللي غتقدري ديري باش إن شاء الله بكل شيء مازال يتعالج. البنيتة ديالك بقى صغيرة، مازال الشخصية ديالها كتكون، مازال ما تحجرات حتى شي حاجة، هذه جروح اللي يمكن ديجا وقعت ولكن اللي باقي تقدر ان شاء الله تشافى. اذا غير سامية كنظن زيدي في الحب شوية، وزيدي في العاطفة، وزيدي في القرب منها، وحاولي تصنطي لها رأيها، وما تبقيش غير كتجي وتفرضي عليها الحاجة. إذا تكون الامور كتمشي بالاقناع، مثلا بغات تخرج بوحدها غتقول لها فاين كيفاش، شوفي واش ممكن واش ماشي ممكن، واش بلاصة مأمنة واش ما مأمناش، يعني ما تجيش وتاخدي هكذاك اراء وتفرضيها عليها بلا ما تصنطي لها. اتفقنا سامية، فتحية لك بمارتيل. لمية سؤال أخير، كتقول عندي هاد المشكل درجة أنها منين كتبغي تدافع على راسها في شي موقف كتبقى غير تبكي، عندها شخصية ضعيفة ولدرجة أنها ولات كتكره راسها. بالنسبة للمياء مني كيكون واصلين لهذا الحد، هذا من الأفضل مرافقة نفسية. علاش؟ لأنك تكون تكونت الشخصية ديالها على واحد الإحساس بالضعف، وحنا راه فينا القوة وفينا الضعف، ومزيان يكونوا بجوج، يعني ما خصناش نشوفوا غير القوة وما نشوفوش الجانب ديال الضعف. ولكن إلا هي تكونت الشخصية ديالها على أساس أنها ضعيفة، أنها ما عندهاش قيمة، كيكون صعيب بالنسبة لها أن تعرف كيفاش تواجه المواقف. إذا كنظن خصها مرافقة، هذيك المرافقة غتعاود تبني لها من جديد الإحساس ديال بنفسها، تقديرها لنفسها، الثقة ديالها في نفسها، وغتوري لها التقنيات باش تولي تعبر على رأيها بلا ما تنهار. وخصنا شي واحد يعني اللي غيرافقها غيطلع معاها حتى في الطفولة، يشوف فوقتاش تكون هذا الإحساس بالضعف وكيفاش تقدر تعالجه، لأن هنايا هذه خدمة عميقة شوية. شكرا لك دكتورة فدوى سعداني المعالجة النفسية والجنسية. اللي بغيت تواصل معاك، اللي بغيت تواصل معايا الرقم المهني ديالي 06 58 81 61 67. شكرا لكم على حسن المتابعة، وطبعا شكرا على تقاسمكم لهذا اللايف والمباشر على الصفحة الرسمية سناء زعيم أصوات وحساب انستغرام سناء زعيم أوفيسيال. شكرا لك عبد الرحيم. في الإخراج نخليكم مع بقية برامجنا على راديو أصوات، والآن رفقة لمياء وبرنامج لكل أسرة، تبقوا بألف خير.